الوقفه ديالنا اليوم اللي حاولنا اننا نبلغوا فيها رساله اللي هي دق ناقوس الخطر المتمثل في الاقصاء الممنهج للدكاتره المعطلين المنتمين الى رابطه الدكاتره المعطلين المقصيين من التوظيف. هذه الحموله اللي عندنا فيها تاريخ وارث لانه اللي سبب لنا واحد العطاله طويله الامد، وللاسف ان جميع الحكومات المتعاقبه وكذلك جميع الوزراء وجميع المتدخلين كيناديو بانهم ما تكونش عندنا واحد العطاله طويله الامد خاصه في حامل الشهادات العليا، فما بالك عندما نتكلم بحامل شهادات الدكتوراه له العديد من المقالات له العديد المقالات كنقولوا المقالات العلميه، له العديد من التجارب المهنيه المتمثله في التدريس في التأطير في التكوين، ولكن للاسف فان جميع المباريات المعلن عنها الخاصه باستاذ التعليم العالي المساعد فهي كتكون ما يسمى بالمناصب المحوله، فكيف يعقل اننا نتبارى وندعي تكافؤ الفرص وندعي المساواه وندعي العدل خاصه ونحن قرأنا في الأسابيع الأخيرة النموذج التنموي الذي يسعى إليه المغرب والذي نحن سننخرط فيه، ولكن كيف سننخرط فيه؟ في إطار تبخيص قيمة رأس المال البشري، ومن كنتكلموا على قيمة رأس المال البشري كنتكلموا على شهادة عليا اللي هي شهادة الدكتوراة، وفي نفس الوقت كنتكلموا على الخصاص المهوي اللي كتعرفوا الجامعات، وفي نفس الوقت كنتكلموا على الخروقات اللي كتعرفها المباريات، وفي نفس الوقت كنتكلموا على المناصب اللي كتخرج على المقاس، وفي نفس الوقت كنتكلموا على مبدا الكفاءه لانه لحد الان بزاف كيقول لك يتكلموا لنا على الكفاءه، فنتمناو انهم يعرفونا ويعطيونا تعريف ديال الكفاءه باش نعرفوا كيفاش. فالكفاءه لدينا والتي نؤمن به في تعريفها هي مستوى معين لمستوى محدد، او لمستوى محدد عفوا لمستوى معين، يعني انك حامل شهاده الدكتوراه يجب ان تتوافر فيك مجموعه من الشروط من بينها الانتاج العلمي، التاطير، التكوين، التدريس، وقس على ذلك ممكن غير نجيبو غير سيتاسيون غير الاحاله على الاعمال العلميه ديالك نتايا. ف هاد الاحاله كنتبعوا الناس اللي كيتوظفوا ربما ما عندهمش حتى الرصيد العلمي ديالهم فقير جدا، ولكن كيفاش كيتوظفوا على ما استفهام. كنتمنى ان جميع المسؤولين جميع المتدخلين في هذا الملف انهم الى الاهتمام بالقضيه العادله لرابطه الدكاتره المعطلين بالمغرب. تاتي هذه الوقفه في اطار البرنامج النضالي الذي سطره الاتحاد الوطني للدكاتره المعطلين للمطالبة بحقوقه العادلة والمشروعة المتمثلة في الشغل القار لجميع الدكاترة، حيث أن وزارة التعليم العالي منذ ولاية الحسن الداودي سنة 2015 نهجت سياسة المناصب التحويلية، الشيء الذي جعل يعني تراكم أفواج من الدكاترة يعني وهم يعانون في صمت بطالة مزمنة. وكما تعرفون فجائحة كورونا عرت على مجموعة من الحقائق، منها أن البحث العلمي أساس التنمية، وخير مثال منصف السلاوي الذي هاجر إلى الولايات المتحدة لماذا لم يتم استغلاله هنا في المغرب، يعني لا يستفيد منه بلده الأصلي. إذن نندد يعني بهذه السياسة، سياسة تبخيص شهادة الدكتوراه، سياسة يعني إقصاء الدكاترة المعطلين وتوظيف الموظفين، لأن ملفنا ملف إنساني بعيدا عن المزايدات السياسية و يعني المزايدات السياسية. إذن ملفنا إنساني واجتماعي، وشكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.